طيب دلوقتي نروح لصالة 2 باستاد القاهرة، وهتنضم لنا زميلتنا سالة حامد للاطلاع على كل ما يخص مباراة اليوم ما بين منتخبي مصر والمجر في المباراة الختامية من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد. اتفضلي يا سالة، سامعينك. بشكرك جدا طبعا زميلتي مريم، برحب بيكي وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وطبعا كباتننا الكبار في الاستوديو الكابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا زميلتي مريم، حاليا متواجده داخل صاله 2 طبعا استاد القاهره الدولي عشان لحضراتكم الاجواء هنا واستعدادات الفرقتين، سواء طبعا منتخبنا الوطني للشباب ومنتخب المجر للشباب في البطوله زي ما انت قلتي بطوله استادات الدوليه والوديه لكره اليد في نسختها الاولى، وطبعا المقامه على صاله 2 في استاد القاهره الدولي. يمكن طبعا خليني يعني انقل لك الاجواء هنا زميلتي مريم، ويمكن زي ما انت شايفه ورايا يعني الفريقين بداوا عمليات الاحماء على ارضيه الملعب، ملعب صاله 2 قبل بدء المباراه واللي تبتدي النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء بالتاكيد. كمان خليني اقول لك انه منتخبنا الوطني امبارح كان عنده يعني تمرين على نفس الصاله وكان بيستعد للمباراه بشكل طبيعي، كمان منتخب المجر تحت قياده مستر لاسلو شوتوني طبعا المدير الفني او الهيد كوتش لمنتخب المجر للشباب، يمكن استعدوا برضو امبارح او يعني كان امبارح عندهم مباراه بالتاكيد مع منتخب رومانيا واللي انتهت بخساره منتخب المجر، واستعدادهم طبعا كانت بشكل طبيعي. يمكن بعد المباراه ريحوا عادي في فندق الاقامه ويعني طبعا جم الصاله قبل بدء المباراه بساعه ونص طبعا عشان يكونوا متواجدين ويقوموا بعمليات الاحماء، كذلك منتخبنا الوطني طبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس. كمان خليني اقول لك طبعا الاجواء هنا زميلتي مريم، يمكن المباراه النهارده يعني بحضور العديد من الاهالي طبعا اهالي الشباب او اهالي اللاعبين المتواجدين طبعا في منتخب مصر او منتخبنا الوطني لكره اليد، متواجد العديد من الاهالي وكمان متواجد يعني العديد من اللعيبه اللي متواجدين في اكاديميات كره اليد في مجموعه نادي سيتي كلوب، موجود برده العديد من اللاعبين، وايضا متواجد في مقصوره الصاله الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وكمان الكابتن او الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وكابتن ياسر الرملي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد. الكل هنا متواجد والكل يعني متواجد طبعا عشان يتفرج على مباراة اليوم، تاني مباراة طبعا بالنسبة لمنتخبنا الوطني في بطولة استادات الدولية والودية لكرة اليد في نسختها الأولى. كمان خليني اقول لك طبعا زميلتي مريم وافكر الساده المشاهدين ان منتخبنا الوطني يمكن بعد فوزه على منتخب رومانيا يمكن طبعا حصل على النقطتين، طبعا الفوز يعني يساوي نقطتين والخساره طبعا عدم الحصول على اي نقاط، وفي حاله التعادل طبعا يمكن الفرقتين بيروحوا لخمس رميات ترجيح طبعا لتحديد من هو الفائز في المباراه. يمكن في البطوله دي ما فيش طبعا تعادل سواء لمنتخبنا الوطني او لمنتخب المجر للشباب، فيعني النهارده ان شاء الله في حاله فوز منتخبنا الوطني هيفوز بالبطوله في نسختها الاولى. وكمان خليني اقول لك يمكن الحكام اللي بيديروا مباراه اليوم الكابتن عمر عبد الجواد والكابتن محمد انور وحكام الطاوله، يمكن طبعا التايم كيبر ميرنا هشام وهايدي الشيمي سكور كيبر طبعا المسؤوله عن السكور، وكابتن ميرنا هشام المسؤوله عن التايم او الوقت الخاص بالمباراه. كمان خليني اقول لك النهارده بما ان النهارده ختام البطوله، النهارده يعني قبل بدء المباراه ان شاء الله يا مريم يعني بحوالي مثلا خمس دقايق هيكون في تكريم لكابتن عفت رشاد طبعا رحمة الله عليه، هيكون في تكريم ليه وهيسلموا يعني زي درع تكريم ليه طبعا على يعني اللي حققه في عالم كره اليد، وطبعا كان ليه بصمه كبيره جدا واحد من اساطير كره اليد في مصر، طبعا يعني هيكرموه قبل بدء المباراه النهارده وهيسلموا درع كتكريم طبعا لابنه هيستلمه قبل بدء المباراه، وكمان هيكون في ادي احداد على روح طبعا كابتن عفت رشاد رحمه الله عليه. وبعد كده ان شاء الله بعد المباراه النهارده وبالتاكيد بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وان شاء الله يحصلوا على البطوله، كمان بعد تتويج ان شاء الله يعني هيكون برضو في جايزه لاحسن لاعب في المباراه واحسن لاعب في البطوله واحسن حارس مرمى في البطوله وكمان يعني هداف البطوله، كل دي هتكون تكريمات ايضا بعد يعني مراسم التتويج. فان شاء الله النهارده طبعا يا مريم يعني بنطمح وواثقين في منتخبنا الوطني ان هو ان شاء الله النهارده يفوز ببطوله استادات الدوليه والوديه لكره اليد في نسختها الاولى. يمكن دي كانت يعني طبعا سريعا كل الاجواء هنا واستعدادات المنتخبين سواء منتخبنا الوطني او منتخب المجر للشباب. طبعا انا معاكي يا مريم لو في اي سؤال، والان اعود مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليكي زميلتي مريم، تفضل.
بشكرك جدا زميلتنا سالة حامد من صالة 2 من استاد القاهرة الدولي. الحقيقة تغطية شاملة لكل التفاصيل اللي بتسبق مباراة اليوم ما بين منتخبي مصر والمجر في المباراة الختامية في هذه البطولة.